بسم الله الرحمن الرحيم. أين العقول؟ أين العقول؟ سبحان الله، أتعجب. عجبا لنا ولجهلنا، إن العقول لواهية، إن العقول لذاهلات غافلات لاهية. عجبا، كل يعيش في دنياه ويتمنى، فذاك يتمنى مركبا فالها، وذاك يتمنى منزلا واسعا، وذاك يتمنى زوجة حسناء، وتلك تتمنى، وهذا يتمنى، وكل يتمنى، أما هذا فلقد تمناها، بل يحبها، بل يعشقها، إنها الجنة، فهل تتمناها؟ بعد هذا أيوجد عقل سليم يبيع من أجلها الجنة والحور العين؟ لا والله. العقول عن الجنان وحورهن لساهية، أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية. من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبلى، لا تبلى ولا يفنى شبابا. نعيم الجنة، إن في الجنة قصورا من ذهب، وقصورا من فضة، وقصورا من لؤلؤ، وقصورا من ياقوت، وقصورا من زبرجد. الجنة بساتين ونخيل وأشجار وأنهار وعيون. الجنة أنشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألو وأزواجهم الحور العين. أما عيشهم فعيش الملوك، كل واحد منهم ملك. وثيق الذين اتقوا رب فهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلون على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة. أتمناها. دخلوا الجنة وهم متفاجئين من هذه العجائب التي يرونها، فبدأوا يتوجهون إلى قصورهم ودورهم. الحور العين مشتاقة لك يا عبد الله الحورية، الحور وهي ما رأت ولم تسمع به، الحور مشتاق مشتاق مشتاقة على السرير، تقوم إلى الباب بودها أن تخرج، فتقف عند الباب منتظرة إياك أن تصل، فتقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته. فهذا شيء من نعيمها، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهل تتمنى؟ قال من انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نظلم، ونحن الخالدات فلا نموت، ونحن الخالدات فلا نموت. يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زياركم، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو، ألم يبيض وجوهنا، ألم يثقل موازيننا، ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليه، فيجتمعون على كلمة واحدة، أرنا وجهك ننظر إليه، فيكشف الرب جل جلاله الحجاب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نور. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم أتمناها، لذة الأسماع بتلك المحاضرة، لفضيلة الشيخ يحيى الجنة. إلى وجهه الكريم في الدار الآخر. أيها الأحبة، عن أي شيء أتحدث في الجنة؟ ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن وصف الجنة يعجز عنه كل لسان، ولكن
علنا أن نقتبس من تلك الآثار من النصوص والأدلة شيئا من أوصافها، عل الهمة أن تعلو وتنشط لإدراك تلك الجنة العالية. ولنبدأ من بداية دخول أهل الجنة الجنة. بعد المحاسبة والسؤال يتوجه المؤمنون إلى الجنة، وقبل الجنة يقفون في مكان اسمه القنطرة، وهذا المكان لتهذيب النفوس. يزيل الله عز وجل الأغلال والأحقاد من نفوس أولئك حتى يدخلوا متحابين إلى جنة الخلد. وهناك أناس لا يحاسبون ولا يسألون على أرض المحشر، بل يدخلون الجنة مباشرة. روى البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي. هؤلاء لا يحاسبون ولا يوقفون، مباشرة، جواز من رب العزة أن لا يفتش هؤلاء ولا يسألون، مباشرة إلى الجنة، لا حساب ولا عقاب. ومنهم عكاشة بن محصن لما سمع هذا الحديث طار قلبه: أهناك أناس يدخلون الجنة بدون محاسبة، بدون أن يسألهم الله؟ نعم. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فجاء الصحابة مسرعين، هدايا عظيمة، تخيل يدخلون الجنة بدون شيء. يا رسول الله، يا رسول الله، كل يقول ادعو الله أن أكون منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبقك بها عكاشة. وقبل أن يدخلون الجنة يشمون رائحتها. رأيتم إلى تلك الرائحة الزكية؟ تشم من مسافة عظيمة، من بعد كم؟ روى أبو نعيم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رائحة الجنة تراح من مسيرة 500 عام. 500 عام يشمون الرائحة الزكية للجنة، ائتوني بعطرات الدنيا كلها، كم المسافة تشم العطر؟ ولكن الجنة 500 عام ما وصل إلى الجنة وهو يشم الروائح الزكية، تنبعث روح وريحان من الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها. بعد ذلك يتوجه الناس المؤمنون إلى باب الجنة، يتقدمهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي آخر الأمم وأول الأمم. فيقفون عند باب الجنة، فيطرق صلى الله عليه وسلم بابها وهي مغلقة، فيقول رضوان خازنها: من؟ فيقول: محمد. فيقول رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ويفتح الباب. هذا السوق في أجمل هيئة، وهم يساقون إلى الجنة. وصف الله هذا السوق بقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم
فادخلوها خالدين. وقال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وتسلم عليهم الملائكة هذا الاستقبال الحسن، يزفون بأحلى وأجمل زفة. أرأيتم إلى العروس كيف تزف؟ فكذا أهل الجنة يزفون هذه الزفة الجميلة إلى جنة الخلد. فإذا وصلوها سلم عليهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وليس للجنة باب واحد. ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. صديق الأمة لما سمع بهذه الأبواب طارت همته وارتفعت، ما يريد أن يدخل الجنة، هو ضامن الجنة. وتأمل تلك الهمة العالية. بعض الناس يقول: المهم ندخل الجنة حتى لو عند الباب، أهم شيء ندخل الجنة. ولكن الصديق لا، همته أعظم من يدخل الجنة، فارتفعت همته يريد أن يدخل من الأبواب كلها رضي الله عنه. أيدخل أحد من أبواب الجنة كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هل الأبواب ثمانية لأنها ضيقة؟ كلا وحاشا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريح الجنة لكما بين مكة وهجر. وفي مسند الإمام أحمد: وما بين مصراعين من مصاريح الجنة، فقط عرض الباب، هذا باب واحد، مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من شدة الزحام. رأيتم إلى تلك الأبواب الثمانية؟ كل باب عرضه مسيرة 40 سنة، ستزدحم الأمم في دخول تلك الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. هل تدرون كم يدخل الجنة من هذه الأمة؟ روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار من ولدك. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. 999 في النار، واحد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ من هو؟ أينا ذلك الرجل؟ من سينجو يا رسول الله؟ 999 في النار، من هو هذا الرجل ونحن أمة؟ من سينجو؟ خاف الصحابة، طارت أفئدتهم. قال: أبشروا، أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم 1. ثم قال:
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فلله الحمد والمنة أن جعلنا من هذه الأمة. نصف أهل الجنة، أرأيتم إلى الجنة كم عرضها، ما حجمها؟ نصفها من هذه الأمة. فلله الحمد والمنة. أمر محزن كدر هذه البشارة. أكثر أهل الجنة ومع كثرة دخول الجنة من هذه الأمة، إلا أن النساء فيها قليل. النساء في الجنة أعدادهن قليل. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. ولا عجب، فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح. انظر التهديد، مو ما يدخلوا الجنة، رأيتم إلى الرائحة التي تشم مسيرة 500 عام؟ حتى الرائحة ما يجدون، ولا يجدن ريحة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وصدق صلى الله عليه وسلم. قلب بصرك في نساء اليوم، نساء مخصرات سافرات إلا من رحم ربك، كاسيات عاريات. يقول كاسيات تلبس العباءة ولكن عباءة شبه عارية، ليست عباءة، كما قال أحدهم إن عباءة نساءنا اليوم تحتاج إلى عباءة، الحجاب اليوم يحتاج إلى حجاب. يقول أتت امرأة إلى محل وهو يبيع في محل تجاري، ولما أرادت أن تدفع الحساب يقول والله الذي لا إله غيره كشفت عن عباءتها بقصد فتنة البائع، فإذا والله هي عارية كما خلقها الله. ألا ينطبق عليه هذا الحديث؟ أقل ساكن الجنة النساء. وحدث ولا حرج، تذهب بأهلك أنت أيها الصالح المستقيم تبحث عن عباءة ساترة تغطي الرأس، تدخل محل تقول فيها عباءة ساترة، أقول أنت متخلف، ما عندنا يا أخي، ابحث راح فصل، ما عندنا هذه العباءة. هذه العباءة ترى مي بعباءة نساءنا اليوم، عباءة عائشة وخديجة وفاطمة وعباءة زينب وأم سلمة. أما هؤلاء، هؤلاء فتيات القرن العشرين، هذول أفضل من أم سلمة، هذول ضامنين الجنة. لكن هذه العباءة عباءة تخلف، هذه دعها لأمهات المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء. وفي رواية ابن عباس قال ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. أكثر أهل النار من نساء. قالوا بما يا رسول الله؟ ما ذنبهن؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ لا، ما يكفرن، المسلمات. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك ما تكره قالت ما رأيت منك خيرا قط. مهما تسدي إليهم من إحسان، في لحظة أخطأت يوم أو لم تعطيها شيء قالت أنت البخيل وأنت فيك ما فيك. تكفر العشير الأزواج،
وتنكر الإحسان والفضل من الزوج. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: يكثرن اللعن والسب. على أي شيء تلعن؟ تلعن أبناءها لعنات في اليوم والليلة، وتسب وتدعو عليهم دعاء لو استجيب لهلكوا عن بكرة بيه. على أبنائها وذريتها يخطئ الصغير فخذ من الدعاوى. قال صلى الله عليه وسلم: هذا السبب. فليتق الله النساء، أكثر أهل النار من النساء. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. نعود إلى الجنة. وصل أهل الجنة إلى أبوابها ودخلوا إلى تلك الجنة، فلما رأوها كانت المفاجأة. هم ما عمرهم رأوا هذه الجنة، يسمعون فقط عنها. عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها مسك أذفر، أي خالص، وحصباؤها الحصى اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. وفي رواية قال: وطينها المسك. الطين مسك، تراب زعفران، يعني تتعطر من تراب الجنة أو من طين الجنة، هذا عطر طيب، مسك، الطين مسك. هذه هي الجنة. ومع ذلك، وما خطر على قلب بشر، دخلوا الجنة وهم متفاجئين من هذه العجائب التي يرونها، فبدأوا يتوجهون إلى قصورهم ودورهم. تظنون أنهم يسألون، يقولون: وين قصري؟ وين بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. يدل قصره وبيته في الجنة أكثر من بيته في الدنيا. سبحان الله، من علمهم؟ الله. مباشرة يتوجه إلى القصر. إلى الحين هو ما شاف القصر وما رأى ما في هذا القصر من عجائب. لما توجهوا وهم متوجهين إلى قصورهم ودورهم، قال علي بن أبي طالب قال: فيدخل الرجل وهو يعرف منزله، ويتلقاهم الولدان، ولدان الخدم، فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة. رأيتم إلى الابن الذي غاب فترة طويلة وهم في شوق إليه، أهله وزوجته وأبنائه، كيف يستعدون لمقابلته؟ كيف فرح، زينوا البيت واستعدادات سنين ما رأوا. فهكذا حال الولدان، مستبشرين برؤية سيدهم. فينطلقون الخدم، ينطلقون إلى أزواجهم الحور، ينتظرون في القصور، فيخبرونهم بمعاينتهم، يقولون: ترى جاء أزواجك. فتقول الحورية من شدة الفرحة لا تكاد تصدق، تقول: أنت رأيته؟ أنت متأكد شفته بعينك؟ مشتاقة لك يا عبد الله الحورية، وهي ما رأتك ولم تسمع بك ومشتاقة إليك. تقول: أنت رأيته متأكد؟ فيقول: نعم رأيته. فتقوم إلى الباب، مو بتجلس على السرير، تقوم إلى الباب بودها أن تخرج، ولكن قصيرات طرف، مهم مثل نسائنا اليوم يخرجون في الأسواق وكل مكان ويرون الرجال، هذه ما تخرج من الدار، خاصة بك أنت، طرفها عينها ما ترى إلا أنت في حياتها كلها. فتقف عند الباب منتظرة إياك أن تصل. فتقوم إلى الباب، فيدخل إلى بيته. دخل هذا العبد الصالح فيتكئ على سريره، فينظر إلى أساس بيته، فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر،
وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته، يقول علي بن أبي طالب: ولولا أنه خلق له لالتمع بصره. ولولا أن هذا أصلا خلق له وأنه ما يصيبه شيء في الجنة لا ذهب بصره من شدة ما يرى في سقف البيت. فيقول من الفرح: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وسيأتي بعد قليل ماذا يجري إذا رأى زوجته من الحور العين. أما شكل القصور والخيام فعن مغيث بن سمي قال: إن في الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت وقصورا من زبرجد. وفي الحديث: في الجنة خيمة من لؤلؤة، خيمة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. قال ابن القيم، هذه زيادة في النعيم: وهذه الخيم غير القصور والغرف. ترى هذه خيام حق النزهة، خيام في منتزهات في بساتين، غير القصر، ولك أهل أيضا في الخيام. فاللهم اجعلني وإياكم من أهلها. أتدرون كيف أشكالنا وصورنا في الجنة إن دخلناها؟ أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. عجب عجب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. الألوة أي البخور الطيب. أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، وليس لهم لحى، مرد مكحلين، مبالغة في الجمال، مرد ومكحلين. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة. كل أهل الجنة شباب، أعمارهم 33 سنة، ما يهرمون ولا يشيبون، 33. عجيب، سبحان الله، معقول؟ إلى متى؟ إلى أبد الأباد عمرك ما يتحرك 33. أتعجب على قدرة الحق الحي القيوم؟ لا عجب، سبحانه. ثم يقول: جردا مردا مكحلين. ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أما لباسهم وحليهم فعجب عجب. قال: تقدس: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. سندس وإستبرق نوعان من الحرير، وقيل السندس هو الدباج الرقيق والاستبرق الدباج الغليظ. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الحرير الذي منعت منه في الدنيا تلبسه في الجنة، والذهب يحلون من أساور من ذهب وفضة. أما عيشهم فعيش الملوك، كل واحد منهم ملك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. تستأذن عليهم الملائكة وتعظمهم الخدم، ويلبسون على رؤوسهم التيجان لأنهم يعيشون عيش الملوك.
كل واحد ملك في الجنة، يلبس التاج وله خدم مد البصر وحشم. وفي الحديث الصحيح في الشهيد قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. هذه صورهم وأشكالهم، وكلهم ملوك. فإذا دخلوا قصورهم كما سبق استقبلتهم أزواجهم من الحور، وكانوا ينتظرونهم بفارق الصبر. الآن وأنت في الدنيا إن كنت من الصالحين فالحرية مشتاقة إليك، لا وأبشرك أنها تدافع عنك. ثبت في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. في الدنيا حصل شجار بينك وبين زوجتك فأغضبتك، اسمع ماذا تفعل الحرية: إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ترى عندك فترة معينة، بكرة بيموت، هو زوجنا تدافع عنك يا عبد الله، وانت في الدنيا مشتاقة لك وتدافع عنك. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة، فيقول أول ما يدخل الزوج إلى القصر ينشدن الحور: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، ونحن الخالدات فلا نموت، ونحن الخالدات فلا نموت. تقولها بأحسن أصوات سمعت، ثم تقول لزوجها، تقول لك: أنت حبي وأنا حبك، ترى ما أحب أحد غيرك أبدا، أنت وحدك. فإذا رآها العبد حار طرفه فيها، قيل ولذا سميت حوراء، أن الطرف يحتار من جمالها، ويرى وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. يرى وجهه في صفحة خده من شدة البياض مرآة، فإذا رآها على هذه الصورة ما تحمل فضمها إليه. 40 سنة، 40 سنة جمال ليس بالهين، لو تفلت إحداهن في المحيط، هذا الريق في المحيط، في المحيطات كلها بحار الدنيا، تفنى واحدة لجعلتها عذبا. وهب مصانع تحلية تحلي المياه، تفله من حورية تجعل المياه أعذب مياه، هذا ريق الحور العين. فإذا رآها العبد الصالح احتار طرفه من شدة جمالها وبياضها. قال عبد الله بن مسعود: إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير، فيرى بياض ساقيها من ورائهن، ذلك بأن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. ومما يزيد في حسنها خلقتها العجيبة، فقد قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء، ولكن خلقت من زعفران. قال ابن القيم: وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية، يعني في الدنيا، من أحسن الصور وأجملها، مادتها من تراب. بعض الناس إذا رأى زوجته لأول مرة من شدة الجمال فتح فمه لا يستطيع تصرف، وهي من تراب. يعني يقول ابن القيم: هذه مخلوقة من تراب، فما ظنك بصورة هناك في الجنة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك، يعني في الجنة حرية. إذا حور الطين فعلوا الأفاعيل بشبابنا، فكيف بالحور العين؟ جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. وهي ليست كنساء الدنيا تحيض ويصيبها نفاس
ويأتيها البول والغائط والبصاق، قال ربكم تقدس وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ومما يزيد في حسنها كما سبق: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الحسن: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيره، والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. وجاء في الأثر: والله ما في الجنة، تقول الحورية، شيء أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إلي منك. قاصرات الطرف عليك. وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، شوقنا، عطنا محفزات، شوقنا الجنة. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنه، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك 40 عام، 40 عام وهو مريض من هذه الكلمة. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها خمارها، فقط الخمار حجاب، على رأسها خير من الدنيا وما فيها. بل إن الله وصفها وصفا دقيق، حتى وصف أثداءها فقال: وكواعب أترابا، أي أثداء الحور العين نواهد كالرمان، ليست متدلية إلى أسفل، زيادة في الحسن والجمال. أين المشتاقون للحور؟ أحدهم يسافر يبيع الحور مع ما ذكر من أوصافهن، هذا يسافر إلى البلدان ليفعل الفواحش. فتاة خبيثة ساقطة فاجرة يبيع من أجلها الجنة والحور العين، أين العقول؟ سبحان الله، أتعجب بعد هذا، أيوجد عقل سليم يجعل أرقام الفتيات الساقطات في جواله؟ عجب والله. يتعرف عليها فيعشقها وتكون سبب في انتكاسته، مهر الجنة وبالذات الحور غالي، وسيأتي مهره بعد قليل. أما أهل الجنة فإنهم لم يتحملوا تلك الأوصاف، أوصاف الحور ما تحملوا ذلكم الجمال والحسن، فبدأوا بالمعاشرة بالجماع. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. عن أبي مجلس قال: قلت لابن عباس: ما شغلهم يا ابن عباس؟ مشغولين في إيش؟ خلاص انتهت العبادة وانتهى كل شيء. قال: شغلهم افتضاض الأبكار، مشغولين بالجماع، حور ما تحملوا تلك المشاهد. فسبحان الله، هل في الجنة جماع ومعاشرة؟ عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله، أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء، 100 عذراء. ولا أعجب من هذا أنه كلما عاد إلى تلك الزوجة وجدها بكرا. هذا أين تجد هنا؟ ولكل مؤمن في الجنة أقل شخص في الجنة من له زوجة من حور العين. ثم هم مختلفون في عدد الزوجات، الشهيد يزوج 72 حورية، وتأتي الزوجات كل بحسبه وهو في قصره، الزوجة تلو الزوجة. حتى ثبت في بعض الآثار
رأيتم إلى الحرية الأولى التي ضمها وعنقها 40 سنة إذا جامعها وانتهى واتكى على سريره أطلت عليه جارية أو حرية في القصر أجمل من الأولى 100 مرات. إذا الأولى عانقها 40 سنة هذا ماذا سيفعل بها؟ فيقول من أنت؟ من أنت يا متى؟ تقول أنا ممن قال الله فيهم ولدينا مزيد. يتفاوتون، بعضهم يزوج كما ذكر 72 حرية. عن كثير بن مرة قال إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ما تريدون، السحابة تتكلم بقدرة الله عز وجل تمر عليهم وتتكلم، ما تريدون أن أمطركم، مش مطر فقط مثل الدنيا، فلا يتمنون شيئا إلا أمطروا. فقال كثير بن مرة يقول والله لئن أشهدني الله ذلك إذا دخلت الجنة وشفت هذه السحابة لأقولن أمطرينا جواري مزنت. فهل يبقى بعد ذلك لذة لأن تكلم ساقطة فاجرة؟ والله مجنون ليس به عقل من يبيع كل هذا النعيم من أجل فتاة في الدنيا سوى الزوجات الصالحات، فهؤلاء لا يدخلن في هذا. ولكن ما هو مهر الحور العين؟ وكيف تستطيع أن تخطب حورية وأنت في الدنيا الآن؟ كيف؟ قال أبو هريرة إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فبشراكم يا أهل المعروف والنهي عن المنكر، بشراكم يا أهل الهيئة، لا يثبطكم أهل العلمنة وما يكتبون في الصحف أو الابتلاءات التي تجدونها. هذا الموعد، هذا الموعد، تنادي الحورية وين؟ أين الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر؟ بشرى لك، لا تحزن يوم أن تعرضت لبلاءات تفله من ساقطه وسبه من فاجر، كل هذا سوف يعقبه نعيم. حسبك بحورية خاصة بك أنت يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اسمها العينة، خاصة بك. فإذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فهذا مهر، قدم هذا المهر لهذه الحورية، انهى عن المنكرات في بيتك وما تجد. بعض الناس لا ينهى عن المنكر، في بيته منكرات، في الشارع منكرات، يمر يقول انشع علي منك، قل أنا ما لي دخل فيه، أضع نفسي بالمشاكل لما. وقال محمد بن النعمان المقرئ كنت قاعدا عند الجلاء المقرئ بمكة في المسجد الحرام إذ مر بنا شيخ طويل نحيل الجسم عليه أطمار خلقة، فقام إليه الجلاء ووقف معه ساعة ثم انصرف إلينا فقال تعرفون من هذا الشيخ؟ قلنا لا. قال ابتاع من الله حوراء 4,000 ختمة، اشترى حورية 4,000 ختمة، هذا المهر. فلما أكملها أتم 4,000 رآها في المنام في حليها وحللها فقال لمن أنت؟ قالت أنا الحوراء التي ابتعتني من الله 4,000 ختمة، هذا الثمن فما نحلتني أنا منك؟ هذا الثمن لله مهر، طيب ما هديتي أنا؟ قال 1,000 ختمة. قال الجلاء فهو يعمل فيها بعد، الآن يعمل يقرأ ليتم 5,000 ختمة. فأين أهل القرآن وحفاظ القرآن؟ وأين أهل حلقات المساجد؟ بشراكم بشرى، ختمات القرآن لن تذهب سدى، هذا مهر، مهر الحور العين. حلقات التحفيظ مهر للحور العين. وبهذه المناسبة أذكر حادثة وقعت هنا في هذا الزمن، وأن شاب اشترى حورية بحفظه لكتاب الله وبالعمل به، ولعلكم سمعتم به. لما بلغ 6
وكان يصاحب أباه منذ الصغر إلى المسجد. فلما بلغ السادسة حفظ شيئا كثيرا من القرآن، ثم أدخله أبوه إلى المدرسة، فجلس في المدرسة أيام معدودة، ثم تضايق وقال: يا أبتي لا أستطيع، ضيعت حفظ القرآن، ضيعت المراجعة، لا أستطيع الدراسة، أريد المسجد، أريد الحلقة. حاول معه الأب: لا 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 يريد. وبالفعل ترك الدراسة وجلس للقرآن ولحفظ القرآن ومراجعته. يعود أبوه بعد الصلاة إلى المنزل يقول: ارجع. يقول: لا أرجع معك في الصلاة التي تليها. ثم مات والد هذا الطفل فتكفل به عمه. فلما بلغ سن 12 مرض هذا الشاب، وبدأ عمه يعالجه ويذهب من هنا وهناك، حتى بلغ سن 17. وبينما عمه في عمله إذ أتاه الخبر بأن هذا الشاب قد مات. فأتى هذا العم في الضحى وهيأ هذا الشاب وغسل وكفن، ثم لم يبقى إلا دقائق على صلاة الظهر، قالوا: نؤجل إلى صلاة الظهر حتى يجتمع الناس ونصلي عليه. هو جاهز مغسل ومكفن، ومن تعب هذا العم نام في هذه الدقائق غطى غطة ونام. يقول: رأيت في المنام نساء لم أرى مثلهن قط في الجمع، وإذا باثنتين تتقدم الفتيات. قلت: من أنتن؟ فقالتا: نسألك بالله يا شيخ إلا عجلت علينا بالصلاة على زوجنا فلان، فإنا زوجاته من الحور العين وإنا مشتاقون إليه، فنسألك بالله إلا عجلت علينا في دفنه والصلاة. ذهبت الحور العين. يقول: فوالله ظلت رائحة الطيب، طيب الحوريات، في الحجرة 6 أشهر يشمها كل من دخلها. يقول: من أين لك هذه الرائحة؟ فأقول: رائحة الحور العين. فالله أكبر، هنيئا لكم يا أهل الحلقات ويا أهل القرآن. روي عن سحنون أنه قال: كان بمصر رجل يقال له سعيد، وكانت له أم من المتعبدات، وكانت إذا قام من الليل يصلي تقوم والدته خلفه، فإذا غلب عليه النوم ونعس نادته والدته: يا سعيد يا سعيد، إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان. فيقوم سعيد مرعوبا. السهر والنصب بين يدي الله في القيام، لذة الصلاة، هذا أيضا مهر من مهر الحور العين. وروي عن ثابت أنه قال: كان أبي من القوامين لله في سواد الليل، قال: فرأيت ذات ليلة في منام امرأة لا تشبه النساء، فقلت لها: من أنت؟ قالت: حوراء أمة الله. فقلت لها: زوجيني نفسك. قالت: اخطبني من عند ربي وأمهرني. قلت: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. فيا خاطب الحور في خدرها وطالبا ذاك على قدرها، انهض بجد لا تكن وانيا وجاهد النفس على صبرها، وجانب الناس وارفضهم وحالف الوحدة في ذكرها، وقم إذا الليل بدا وجهه وصم نهارا فهو من مهرها، فلو رأت عيناك إقبالها وقد بدت رمانات صدرها، وهي تتماشى بين أترابها وعقدها يشرق في نحرها، لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها. فيا خاطب الحسناء، إن كنت راغبا
فهذا زمان المهر فهو المقدم. وكن مبغضا للخائنات بحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم. من مهر الحور العين العفة، العفة، عدم اتباع الشهوات، عدم الزنا، عدم المعاكسات، هذا مهر للحور العين. بشرى للصالحات. هل رأيتم كل هذا الجمال الذي وصف في الحور العين؟ فإن نساء أهل الدنيا الصالحات إذا دخلن الجنة فإنهن أجمل أضعاف أضعاف من الحور العين. ولكن الصالحات القانتات، مو بصاحبة العباء المخصرة وصاحبة اللثام الفارس الملثم، هذه كما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت أكثر ساكن النار النساء. وبعد افتضاض الأبكار من الحور الحسان اتكى العبد على فراشه في الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قال ابن مسعود: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر. وفرش مرفوعة. قال أبو أمامة: لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها 40 خريفا من شدة الارتفاع. وقال سبحانه: فيها سرر مرفوعة. قال الكلبي: طول السرير في السماء 100 ذراع. طيب كيف يصعد على السرير؟ كيف ينام عليه ويتكئ؟ فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس. السرير الفراش يتواضع لك ينزل، فإذا جلس عليها يا العبد الصالح ارتفع مكانه. وعن ابن عباس قال: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت على الأرائك ينظرون، والأرائك هي الأسرة، وعندهم خدم وحشم لأنهم يعيشون عيش الملوك. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مخلدون أي على حالة واحدة لا يتغيرون من كثرتهم وحسنهم وصباحة وجوههم وحسن ثيابهم وحليهم، يحسبهم لؤلؤا منثورا. وجاء في بعض الأثار بسند حسن أن أقل أهل الجنة منزلة، أقل واحد اللي طلع من النار تعذب في النار وخرج، تدرون كم عندهم الخدم؟ 80,000 خادم، كل له عمل خاص. هذا خاص بالشواء، وهذا خاص بالفواكه، وهذا خاص بكذا. 80,000 خادم. أجل في الفردوس الأعلى كم خدامهم وحشمهم. جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. يقول تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فهؤلاء الخدم يطوفون عليهم بالطعام والشراب. فما الطعام والشراب هناك؟ ليس نوع واحد. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تدرون ما الرحيق؟ قال أبو الدرداء: هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. وصدق الله. وسقاهم ربهم شرابا طهورا وقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال ابن عباس: تنسل في حلوقهم سلالا. أما الآنية التي يأكلون ويشربون فيها فعجب عجب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. قال عبد الله بن عمرو: يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب، كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى. بعض الناس إذا دخل مطعم وأتي له بأنواع الأطباق وأواني فاخرة تعجب، سبعين صحفة من ذهب كل واحدة فيها نوع من الطعام، أنت تتخيل. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها تقديرا أي جعلوها على قدر ما يحتاج إليه الولي في الجنة بلا زيادة ولا نقص. وهذا النعيم خاص بمن لم يأكل ولم يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا. أليس لا يوجد في الجنة نصب ولا تعب ولا جوع ولا عطش؟ فلماذا الأكل والشرب؟ الجنة ما فيها عطش ولا جوع، لماذا هذه الأنواع من الأطعمة؟ والجواب كما قال القرطبي عليه رحمة الله: إنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة، هي زيادة في اللذة فحسب، ليس لأن أهل الجنة يجوعون ويعطشون، فقط زيادة نعمة وزيادة لذة. لا قذرات ولا نجاسات في الجنة، ولا بول ولا غائط ولا مخاط، فأين تذهب فضلات أكلهم وشربهم؟ عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وهو يقول لأصحابه اليهودي: إن أقر لي بهذا خصمته. يقول إذا أقر محمد أنهم يأكلون ويشربون أفحمت، خلاص غلبت. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني إلى الغائط والبول. فقال صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر. هذا فضلات تخرج عطر، تخرج بهيئة عرق مسك الفضلات. فسبحان الله، حتى في الجماع لا مني ولا وذي ولا قذارة، وإنما يحس بالشبع المؤمن وامرأته من أهل الجنة. فإذا خرج العبد هناك للنزهة والتمشية يقع بصره على عجب عجاب، فيه نزهة وتمشية في الجنة، نعم يخرج من قصر يتنزه، بساتين ونخيل وأشجار وأنهار وعيون. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وقال:
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول ما يريد. دانية، أنت تتمشى في الجنة تعجبك هذه الثمرة، موز، برتقال، ما شئت من فواكه، أشجار الجنة رفيعة تتدلى لك حتى تقطف، حتى أنت متكئ ما ودك تقوم، وهذه الشجرة مرتفعة أنت أنظر فقط إليها هي تتدلى إليك فتقطف ما تريد. هذا جزاء ركوعك ومذلتك لله عز وجل في الدنيا، أذل الله لك حتى البساتين والأشجار. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها. وفي رواية قال: فاقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يركب خيل مسرعة أصيلة يريد أن يقطع ظل الشجرة، يسير 100 عام ما يقطع، مسرع بالخيل ما يقطع الظل، ظل هذه الشجرة. قيل أنها هذه الشجرة هي طوبة، طوبة شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. تدرون لمن هذه الشجرة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء لهم هذه الشجرة، وهو بالغريب اللي سافر عن بلده صار غريب، الغريب الغريب في دينه، يوم أن قصرت ثوبك وأسبل الناس وأطلقت لحيتك وحلقها الناس حتى أصبحوا يستهزئون بك، يكون شوف المتخلف ما يسمع أغاني ولا ينظر، معقد غريب بين تلك الجموع، تدخل مجمع يتهافتون إليك بالأنظار لأن ثوبك إلى نصف الساق، هم ثياب كلهم مسبلة، فأنت الغريب الآن، صارت الغربة أنت. شوف الإرهابي، انظر إلى الإرهابي، انظر لها إيش هذا. فلا تحزن، لا يضرك كثرة الهالكين، والله الذي لا إله غيره مساكين، ورب الكعبة أنهم مساكين، الذين إذا رأوك عند الإشارة رفعوا صوت الموسيقى، تريد أن تمشي ما تستطيع، تضع أصبعك فيهم، إذا شافوك صاحب لحية قالوا شف غريب أنت بين هذه الجموع، غريب، غريب بثوبك، غريب بلحيتك، غريب بعبادتك. فبشرى لك، تدري ما هي؟ طوبى للغرباء، شجرة ظلها مسيرة 100 عام. فهنيئا لكم يا أهل الاستقامة والصلاح، بشراكم. وهل في الجنة غناء وسماع ولذة؟ نعم، فأين قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وقوله: فهم في روضة يحبرون. قال ابن كثير: الحبرة اللذة والسماع. قال رجل لابن شهاب: هل في الجنة سماع؟ فإنه حبب إلي السماع. في أغاني في الجنة هؤلاء؟ قال: إي والذي نفس ابن شهاب بيده، إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد، تحته جوار الناهدات يتغنين، يقولن نحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الخالدات فلا نموت. فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا فأجبن الجواري، فلا يدرى أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر. يا من خلى بيتك وسيارتك من أشرطة الأغاني، أنت يا من إذا سمعت الموسيقى أغلقت أذنيك، وبعضهم الآن يدخل بالموسيقى في المسجد في جواله، تسمعونها في كل صلاة، ما يستحي، أو أنه لا يريد الجنة، أو يكابر، أو اتبع هواء، ماذا يريد هذا؟ لن تضر الله شيء، اسمع، اسمع أغاني. وأنت يا أيها الصالح المستقيم لا تسمع، ولكل موعد ولكل هدية، فهديتك هذا، وأما هدية الآخر
فيصب في أذنه الآنك رصاص مذاب حتى يتأدب ويعلم من هو الجبار. أبقي بعد ذلك لذة لأن تسمع أغنية أو تبقي جوالك على الموسيقى والأغاني؟ اتق الله يا عبد الله. هل في الجنة سوق؟ نعم، سوق ليست للشراء والبيع والتجارة، وإنما للزيارة واللقاء. وصدق الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، كل أسبوع، تهب ريح الشمال في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا بعدنا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وإليك بعض أحداث الزيارات. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. يوم اجتمع أهل الجنة بدأ يتساءل، يسألهم، يقول: كان لي صديق في الدنيا ما أشوفه الآن. هذا الصديق ماذا كان يقول؟ يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. كان يقول له: أنتم صدق أنت في الدنيا، هذا الصديق، أنتم صدق أنه في بعث نموت وتأكلنا الأرض والديدان ثم نحشر؟ هذا صاحب السوق. قل: ما عليكم المطاعة، أنت مصدق أن في جنة ونار؟ بعضهم ينكر ولا يبالي. تحدث مع أحد مع هؤلاء الساقطين، ابتلي بكل شيء. قلت له: أخي اتق الله، أنت ما تريد جنة، تريد النار. قال لي: ما أريد الجنة، أبغى النار. يقول بهذا المكابرة. فهذا صاحب السوء يقول: أنت مصدق المطاعة، ما عليك منه. فلما دخل هذا الجنة الصالح يقول: وين صديقي هذا؟ يتساءل: كان لي قرين. اسمع ماذا قال. قال: هل أنتم مطلعون؟ ايش رأيكم نطلع نشوف، يمكن في النار، يمكن ما دخل الجنة. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط النار، رآه في وسط النار صاحب السوء. فقال له، بدأ يخاطبه، قال: تالله إن كدت لتردين، كدت تهلكني، الحمد لله أني ما اتبعتك ولا سمعت كلامك في الدنيا. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله امتن علي بنعمة الهداية كان أنا معك في النار والعياذ بالله. هذا موقف من المواقف. ومن أحداث الزيارة قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. خايفين، كنا خايفين من النار، عدم دخول الجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. كن ندعو أن ينجينا من النار. وأقول لكم حادثة، والله حدثت في هذا الزمن وقبل فترة، حادثة عجيبة. يحدث أحد الأخوة، يقول، من طلاب العلم، يقول: اتصل علي شخص، قال: أريدك ضروري. قلت له: أنا الآن في درس في المسجد، وبعد الدرس إن شاء الله يحصل خير. قال: لا، أنت في أي مسجد؟ قلت: إن شاء الله، يعني ما يجي، أنا ما ودي أني أقول للمسجد حتى ما يأتي يشغلني في الدرس. قلت له: أنا في الدرس الفلاني في المسجد الفلاني. يقول: جاء هذا عامي، رجل عامي ليس من أهل الاستقامة. يقول: وأتى وشاف المسجد مكتظ وفيه ناس،
وهذا صاحبنا في المقدمة يقول فجلس في مؤخرة المسجد ينتظر، هو ما حضر للدرس وما حضر لشيء، يريد صاحبنا في شغل ما. فلما انتهى الدرس وجاء إليه هذا وكلمه، قال ما تريد؟ قال أريد علي دين حقيقة وأريد مبلغ ضروري من المال قدره وكذا. يقول قلت خير وأعطيته المبلغ وذهب، أخذ المبلغ وذهب. وفي الطريق وهو ذهب إلى بيته يقدر الله عز وجل أن يصاب بحادث فيموت هذا الشخص اللي توه أخذ المبلغ. يقول فرأيته بعد أيام في المنام، قلت ما فعل الله بك يا فلان؟ قال بشرك أدخلني الجنة. قلت كيف؟ قال تذكر يوم جيت المسجد أنتظرك ففي نهاية المجلس قال الله قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وغفر لي معكم. فالله أكبر، لا تظن أن جلساتك في مجالس الذكر ستذهب سدى، يمكن هذا طريق إلى الفردوس الأعلى وانت ما تشعر، يمكن الله ينظر إليك الآن بعين العطف والرحمة فتسجل في صحف الملائكة بأنك من أهل الجنة ولا يبالي، وإن بلغت ذنوبك عنان السماء فالله غفور. ولذا من أحداث الزيارة أيضا قال الله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال كعب بين الجنة والنار كوى فتحات، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى. هذا هدية لك، شفت الذي كان يستهزأ عليك في الدنيا ويستهزأ بثوبك القصير وبلحيتك، فإذا أكرمك الله بدخول الجنة وهو إن لم يتدارك الله برحمه ودخل النار فإنك تطل عليه متى ما شئت فقط للضحك عليه، تفتح النافذة من قصرك وتراه تقول آه وين الآن الضحك والاستهزاء وهو يتعذب كما كان يضحك. لا تظن يوم يضحكون عليك الفسقة الفجرة ويضحكون على ثيابك ولحيتك أن الله سيترك هذا الأمر، لا والله. وليسوا أهل الجنة في درجة واحدة. قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض أو أبعد مما بين السماء والأرض. قلت يا رسول الله لمن؟ قال للمجاهدين في سبيل الله. وعن أبي سعيد الخدري يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر ما معه، وأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، فإذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. وأعلى من الفردوس الأعلى درجة واحدة لا تكون إلا لعبد واحد فقط، هذه الدرجة ما يدخلها أي عبد، عبد واحد. روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، اللهم صل وسلم عليه، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. فاللهم آتي محمد الوسيلة. وأهل الجنة يرتقون في الدرجات، فيرتقي العبد باستغفار ولده له، يتساءل عبد يرتقي درجة يقول يا أي رب أن هذا كيف؟ فيقول الله باستغفار ولدك لك، هذا الذي ربى ابناء صالحين ومات يدعون له ويستغفرون له فهو يرتقي في درجات الجنة. ومن البشائر وفضل الله ورحمته أن الله عز وجل يجمع بك أهلك، لو كان والدك في الفردوس وأنت في درجة أقل وأختك في أقل فإن الله يجمعكم كلكم في الفردوس.
اجمعك بأهلك رحمة وفضل، أنت ما تستحق، أعمالك ما تستحق. ولكن ألم تسمع قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألحقنا بهم ذرية، كل الذرية تجتمع معه، بقي هذا النعيم العظيم. كل ما ذكر من نعيم الجنة فلا يساوي شيء أمام هذا النعيم. سبحان الله، الحور والأشجار والأنهار والخدم كله لا يساوي شيء أمام هذا النعيم العظيم. بينما أهل الجنة فرحين مستبشرين لما أعطاهم ربهم وأنعم عليهم، إذ نادى مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. لا إله إلا الله، الملك الجبار يطلب من أهل الجنة زيارته، فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء. جلسوا على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. لا إله إلا الله، الله العظيم يا مؤمن يسلم على أهل الجنة: السلام عليكم يا أهل الجنة. فلا يردون هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم يقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي هذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أنه سبحانه قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة حتى يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه الله أكبر الله أكبر يا عباد الله الجبار الحي الملك القيوم يتحدث معك ويحاضرك محاضرة فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة العيون بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة تلك المحاضرة ولذة ذلك المجلس معك يا حي يا قيوم ثم إنه يا عباد الله يؤتى بالموت على صورة كبش فيجعل في سور بين أهل الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت ويقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت فيذبح بين أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين يتساءلون أفما نحن بميتين خلاص لن نموت إلى متى 1000 سنة 2000 3000 لن نموت علموا أن كل نعيم يكدره الموت فقالوا هل يعقل أننا لن نموت أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى لن نذوق الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا قالت الملائكة نعم لن تموتون فقال أهل الجنة إن هذا لهو الفوز العظيم
لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا نعيم الجنة، هذه هي دار الخلود. انتهى كل شيء، لا عبادة، لا صلاة، لا ركوع، لا سجود، لا سهر، لا قيام، لا تصدق، لا صيام. أنت اليوم ترتاح في دار اسمها دار الخلود، خلود إلى أبد الأبد. في كل أسبوع تزور الرب وتتحدث معه، فهنيئا لكم أيها الصالح. لمن هذه الجنة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا، وضع تحتها 1000 خط ثم استقاموا. أصحاب الأغاني مستقيمين، أصحاب الأفلام مستقيمين، أصحاب ترك الصلوات والمعاكسات مستقيمين. لا والله ليسوا مستقيمين. قال المولى ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاللهم يا حي. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-768-10 03-81-77-860.